يمكن من أبرز الناس اللي انتشرت أخبارها على السوشيال ميديا طبعا في شباب كتير جدا قدروا بعربياتهم إنهم يساعدوا شريحة كبيرة جدا، لكن تحديدا شريف خيري. شريف خيري طبعا بعد ما أنقذ ناس كتير وقام بدور لمدة 7 ساعات ويمكن أكتر، حصلت له مشكلة في عربيته. كلنا تابعنا السوشيال ميديا، ويمكن كانت في ناس من الأول خالص من نفسها، يعني أنا شفت البوستات دي من الأول، اللي هو يا جماعة شريف عربيته باظت تكلف تقريبا 90,000 جنيه أو 100,000 جنيه، شيروا إحنا ممكن نساعده إحنا. طيب إحنا نشوف معانا مداخلة تليفونية من شريف. شريف مساء الخير. مساء الفل. اولا انا سعيد جدا جدا، احنا كلنا سعداء كلنا بيك، كلنا انا ورحمه وفاروق وفاروق كلنا يعني هو مش انا عربيتي باظت. والله يا شريف بجد يعني انت راجل محترم جدا، وكل التحيه والتقدير ليك وكل الرجاله اللي زيك اللي كانوا معاك. يعني مش عايز اقول بس عشان ما يبقاش الواحد بي 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 كانه بيحدث نعمه او بتاع، لا بس الموقف ده مخليني سعيد اكتر من اني كنت اطلع من الموضوع والعربيه سليمه. يا جماعة انتوا مش متخيلين الاحساس بتاع الواحد من اللي شافه امبارح، سواء من الشعب سواء من المواطنين سواء من الناس، كم المكالمات اللي جت من بره، من بره مصر، من دول العالم كلها، امريكا، برازيل، ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، الاردن، سعودية، امارات، الناس كلها يا جماعة عندها تحس ان عندهم نهم ان هم يحسوا بوزيتيفيتي شوي. يا شريف الجدع هيلاقي الناس الجدع اللي زيه. الناس ما كانتش متخيله ان احنا لسه فينا خير يا جماعه. الحمد لله الناس حاسه او وصلت ان احنا ده حاجه اللي ايه يا جماعه. شريف خيري في منه اكتر من 1,000,000 شريف خيري، وكلهم اجدع من شريف خيري. كويس يا شريف بتقول كده. طبعا انت مش لوحدك، كنت انت معاك فريق كامل بعربياتكم، نزلتوا من اول ما اليوم اللي هو يوم الخميس بدا صعوبته. احكي لنا بقى تفاصيل اليوم، بداتوا ازاي، نزلتوا امتى، ورحتوا فين؟ احنا يوم الخميس نزلنا من حوالي الساعة 3:15 3:30، ابتدينا ناخد الطريق من التجمع الأول متجهين على جنوب الأكاديمية. اتفاجئنا في الأول بكام عربية عند كام معرض كده في الأول في شارع فرع التجمع الأول، كانوا غرقانين، ابتدينا نطلعهم. اتوجهنا بعد كده واتجمعنا عند بنزين جنوب الأكاديمية، ثم الشارع الفاصل ما بين أكاديمية الشرطة وكايرو فيستيفال سيتي. المفاجأة اللي كانت هناك ان الشارع ده نفس الأزمة اللي كانت حصلت فيه من اول شهر توجهنا عليها، بس احنا متخيلين ان برضو نفس الموضوع. اول مفاجأة كانت بالنسبة لنا ان انا الاقي اتوبيس مدارس قدامي، والمفروض ان كان اليوم ده كانت الدنيا اجازة. اتوبيس مدارس كامل بالعيال بالبنات كلهم عمالين يصوتوا. الله، كانوا بيعملوا مش قادر اعرف يعني اللي عايز يتطقص عنده الفيديو يبقى يبص عليه ويعرف المدرسه بتاعت ايه وازاي منزلينها. ما اعرفش بقى رحله ولا غير رحله، ما اعرفش الوضع كان ايه. الاتوبيس كان في عمق شديد جدا لدرجه ان لما جيت دخلت عليه العربيه عامت، فقمت هربان على طول وبعدت عنها عشان ما اغرقش. وركننا قدام وتواصلنا مع اداره الاكاديميه وبعت ونش من جوه وطلع الاتوبيس. اللذيذ في الموضوع ان انا فوجئت برضه لقيت قدامي 4 صينيين قاعدين بيشاوروا لي من الناحيه الثانيه وطالعين من العربيه نيسان سيدان وواقفين فوقيها وخايفين يتبلوا وبيشاوروا لي بقى بالاعلام وبهدومهم وبتاع. طلعنا لهم فوق الرصيف ودخلنا نجيبهم وبتاع، كان حاجه في منتهى ال بصراحه فكاهه يعني. هم مبسوطين جدا وقاعدين بقى بياخدوا سيلفيات معانا وثانكيو ثانكيو سعداء جدا وبتاع. ده كان شعور طيب جدا منهم. توجهنا بعد كده قعدنا نلف رايحين جايين، بناخد شارع شارع منطقه منطقه، الكولز بتجيلنا بنبتدي نتوجه عليها نتعامل معاها. قعدنا على الحال ده 6-7 ساعات تقريبا. وبعدين الكولز وقفت، قلنا الحمد لله الدنيا كانت ابتدت تدي مطر تاني، فقلنا ايه نريح شويه. تمام. ونريح عربياتنا وناخد بريك مثلا نشرب من الكافيه ولا حاجه ونسيه نرجع تاني ونلف. لسه بنخش الكافيه او البنزينه عشان نشرب منها حاجه، فوجئنا بتليفون واحد للفريق، الحقوني عربيتي بتروح مني، العربيه بتغرق، العربيه كذا. فعربيه ايه حضرتك؟ لقيناها عربيه من الدفع الرباعي، اعلى فئه من الفئات المتوفره اللي هي اصلا من ملوك الصحراء. تمام. فان عربيه زي دي هتغرق في ميه وهي بالحجم ده، يبقى انت عندك مشكله كبيره، يبقى انا عندنا ميه. طب الميه فين؟ قال لك الميه عماله بتعلى، الحقوني. فجرينا من عند مدينه الرحاب البوابات بتاعتها لغايه شارع التسعيني، فوجئنا العربيه واقفه جنب بلاع فايض بيها الواطي كله بتاع الشارع، والعربيه بنظره العين عماله بتختفي من الميه في لحظات. فكان القرار ان احنا ما ينفعش ان انت تستنى لسه تجيب سلب وتربط وتعمل وتخش، لا العربيه هتروح منك كلها.
فاخدت القرار وقتها، يمكن يكون قرار متسرع يمكن يكون قرار غير متسرع، بس المهم ان انا شفته من وجهه نظري انه بالشكل ده ما ينفعش ان انا استنى كتير ولا استنى لسه. ملهاش حل تاني غير كده، سرعه بديهه هو اللي بيجي يعني في دماغك دلوقتي بتنفذه. هو زي ما جت اتصرفت، قلت له خش نط في العربيه، امسك الدريكسيون، فك الدريكسيون، نزل مور عشان انا هخش هقبط ازق، فلو وقفت ثانيه انا ممكن اغرق. فقال لي خلاص. فالراجل دخل، هو هي حاجه من اتنين، يا اما هو ارتبك او العربيه كانت محمله ميه بشكل غير متوقع او محسوب، فالعربيه وزنها تقيل بالاضافه للميه اللي جواها، فانا كنت بشوف بزق في كتله العربيه ما قدرتش تستحمل. في ثانيه على طول شربت ميه، طافت عامت الموتور، سمعت الرزعه بتاعته الكسره بتاعته وابتدى بقى الفلودنج. انا خلاص بقيت عمال بلملم في حاجتي على طول، هوب لقيت الابواب قفلت عليا بالازاز، مش عارف اطلع لغايه ما حبه قدرت اسيسها وطلعت حاجتي وطلعت وابتدينا نطلع العربيه. ومن هنا بقى بدات يا شريف مرحله جديده ليك بالنسبه لك انت بقى برضو، يعني للي انت عملته، للخير اللي انت قدمته للناس، لقيت برضو الخير اتقدم لك. كلمنا عن بقى لما حصل لك المشكله ونزلت انت البوست بتاعك لسه من امبارح او اول امبارح متهيالي من يومين، هو وانا واقف جنبها انا البوست ده انا حطه وانا واقف جنبها حزين، يعني انا ببص لها وصعبان عليا، فانا ايه بقول الحمد لله انا نزلت عشان اجيب عربيه غرقانه، عربيتي غرقت وكسرت الموتور. البوست ده اتحط واتحط على البيج بتاعت الجروب بتاعنا، فوجئت الناس تعاطفت مع الموضوع بشكل غير طبيعي. ليه؟ لان هم بيبقوا معانا لايف، احنا لما بنبقى قاعدين بنتحرك دايما بنبقى مشغلين وبنصور لايف، فالناس بتبقى شايفانا احنا بنعمل ايه، مفيش فكره او فرصه للاصطناع او للتمثيل او للإيديت. صحيح. فالناس شايفه احنا ايه اللي بيحصل واحنا داخلين واحنا رايحين واحنا جايين. فالراجل ده داخل بالعربيه، هوب العربيه راحت منه، طب نعمل ايه؟ لا لازم نعمل له حاجه. وهم مش اول مره النهارده يشوفوا العربيه دي، ومش اول مره يشوفوا عربيات الجروب، لا عارفين احنا الاتشيفمنت بتاعتنا بنعمل ايه، واحنا بنخطر وبنعمل حاجات شكلها عامل ازاي. فكان الانيشيتيف بتاعت الناس ان هو قالت لك لا مش هينفع نسكت، الراجل ده زي ما عمل كذا 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 احنا لازم نعوضه. وانا كان برضو من ناحيه اللا دي برضو لا تاني، انا زي ما عملت انا مش هقبل بتعويض لله يا جماعه. يا باشا ده انا عامله خير، انت اصل بص انت ما ينفعش تعمل حاجه من الحاجات دي لا تتوقع منها حاجه سلبيه ولا حاجه ايجابيه. صح. انت بتعملها لله وربك هو اللي بيقدر وبيشوف، ده بتاع ضميرك من جوه، ولا تتوقع منها قبول ولا تتوقع منها نتيجه بفايده عليك ولا بمقابل، ولا تتوقع ان انت يتقال عليك ان انت وحش، انت بتعمل الحاجه وربنا هو اللي بيبقى عارف كل حاجه. صح. تحصل خير تحصل شر كله بفضل ربنا وبنعمته، هو ده احسن حاجه. بس فاخدت القرار على كده، الموضوع لقيته بيكبر بشكل اجريسيف. يعني مين ابرز عنيف. الناس يا شريف اللي كلمتك او لقيت اهتمام اكتر من مين، ومين اللي اصلح لك عربيتك؟ مين هيصلح لي عربيتي؟ خلينا نقولها دي اخر حاجه عشان تمام. دي زي ما بيقول دي التحليه. لقيت تواصل بصراحه من كل توكيلات جيب، لان احنا لينا كذا وكيل جيب في مصر او كذا تمام. موزع جيب في مصر من عز العرب لابو غالي، القيادات كلها وبرضه شهاده حق، عشان بس انا بقول الكلام ده وباكد عليه، كلهم كانوا طالبين ان الكلام ده لما يتم يتم من غير اي بروباجندا ولا اي سوشيال ميديا ولا اي دعايه. اللي هو ما فيش منها عائد اعلاني يعني خالص. يعني اي حد تاني كان يجي يقول لي طيب بس احنا عامل لحضرتك كذا من العربيه في مقابل ان احنا نعمل مثلا كامبين او نعمل مثلا فوتو سيشن او بلا بلا بلا. لا الناس كانت بتاكد على الموضوع ده، ودور اللي هو مدير جهاز حماية المستهلك ان انا لقيه بنفسه بيكلمني، اللي هو راضي بيعرفني بنفسه بشخصه لاول مرة في حياتي ما عرفوش، ما فيش اي سبب معرفة ما بيننا وبين بعض، بيقول لي انا كلمت لك عز العرب وهم هيشوفوا هيقدروا يعملوا ايه. الاقي كريزلر بره بيكلموني بيعرفوني بنفسهم، لممثلهم اللي في المنطقة بيقول لي احنا هنتواصل مع الموردين ونشوف نقدر نعمل ايه، ان احنا بنحاول نعمل الكلام ده، ده واجبنا تجاه المجتمع و و و و وفاجأ بعد كده كمان انا يعني انا كل ده عمال بقول لهم شكرا، انا 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 ملتزم بمبدئي انا مش عايز احيد عنه، لغاية ما لقيت مدير مكتب الفريق رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع كلمني بنفسه قال لي انا كذا وبكلمك من طرف كذا، والمكالمة دي بشكل شخصي اللي حصل ان احنا نمل علمنا الموضوع بتاعك ووصلنا لسيادة الفريق، سيادة الفريق اصدر قرار واتصدق عليه بان العربية دي تجيلنا للشركة حيث ان هي احنا البابا بتاعها فلازم تجيلنا واحنا هنتكفل بكل حاجة تخصها من غير اي تكاليف تخصك. فدي بصراحة كانت حاجة
يعني ملهاش تعليق. يعني انا ذهلت بصراحه. ربنا يبارك لك يا شريف والله. الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك شريف. يمكن انت اللي عملته انت والجروب واصدقائك اللي موجودين معاك، يعني الكلام ملو يعني مش هيقدر يوفيك حقك ولا حتى الفلوس، لانه انت الحكومه كانت بتقول يا جماعه تقعدوا في البيوت علشان الخطر وعلشان الجو، في ناس مضطره انها تنزل شغل زي الشرطه زي الجيش زي اللي شغالين في وزاره الري والموارد المائيه الكهرباء، في مؤسسات كتير حيويه ما ينفعش تعطل. انت نزلت في الوقت ده علشان تساعد الناس اللي بتروح وبتيجي في الوقت ده، الناس اللي هي ما ينفعش تاخد اجازه، فبالتالي لا الكلام ولا الشكر ولا الفلوس يعرف او يعرفوا او يقدروا يوفوك حقك. أنا بنيابة عن الإعلام المصري وعن الشعب المصري اللي ساعدتهم واللي تأثروا كمان بمساعدتك، أنا بشكرك شكرا جزيلا. صراحة نموذج شريف يعني يرفع عليه الأربعة. والله بصوا أنا مبسوط بشريف والرجال اللي كانوا مع شريف وبرضو بالشعب الجميل. صح، لما لقوا حتى ان الراجل ده بيقدم خير للناس وهو نفسه حصل له مشكله ما سابهوش. ويمكن ده ربنا برضو اللي اراد زي ما هو عمل طبعا. خير الناس برضو تعمل خير معاه. وطبعا تحيه واجبه للمؤسسه العسكريه والهيئه العربيه للتصنيع ان هم يعني ما سابهوش. اللي بيعمل يا جماعه خير واللي بيساعد حد الدوله مش هتسيبه، وكل حاجه متشافه. يعني الناس اللي واقفه جنب البلد والناس اللي بتساعد بعضها صدقوني كل ده متشاف. وكل ده يعني بيننا وبين بعض احنا بنتكلم عليه كمان كاعلام. فمهم جدا برضو اي حد يقدر يساهم ولو بجزء بسيط يعمل حتى لو بكلمه.